طيب تعالى نروح كده يا باشمهندس نشوف السكرين شوت اللي جايه من الكود المصري والكود الامريكي. فانا دلوقتي عامل لك مقارنه ما بين الاي سي اي كود خلاص ضد مين يا باشمهندس؟ ضد الايجيبشن كود. تعال نروح نبدا الاول بمين؟ بالكود المصري. فانا رحت للايجيبشن كود براكتس اللي هو رقم 201 اللي هو بالنسبه لنا كود الاحمال. رحت لشابتر رقم كام؟ شابتر رقم 8 خلاص اللي هو شابتر الارسي كويك شابتر الزلازل. ففي بند كده في هذا الشابتر اللي هو 8 7 بيتكلم على الاستراكشر اناليسيس على التحليل الانشائي. فقال لك في بند متفرع منه اللي هو السب تايتل اللي اسمه النموذج الانشائي لما تيجي تعمل موديلنج على مين؟ على برامج التصميم. هو ما حددش بقى انهي برنامج تصميم. فاحنا شغالين دلوقتي على مين؟ على السي اس اي وخصوصا مين يا باشمهندس؟ وخصوصا الايتابس. فتعالى كده نقرا البند اللي عندنا دي يا باشمهندس بعد اذن سيادتك. بيقول لك البند رقم 1 خلاص يجب ان يكون النموذج الانشائي اللي هو الموديل وبمعنى اصح ال 3 دي موديل اللي عملته انشائي على برنامج الايتابس معبرا عن توزيع الجساءات الستيفنس ديستريبيوشن والماسز الكتل بحيث تؤخذ كفاءه التشكلات الديفورميشنز اللي بتؤثر عندك وقوى القصور الذاتي المومنت اوف انيرشيا في الاعتبار عند حساب احمال الزلازل. يعني حضرتك يا باشمهندس بعد اذنك لما تيجي تجيب المنشا بتاعك كسيرو موديل وحضرتك اثرت عليه بالفيرتيكال لودز فالفيرتيكال لودز دي مليون في الميه سببت ستريسز الستريسز دي سببت سترين انفعالات السترين دي بقت موجوده على هيئه ديفورميشنز فبالتالي القطاع اتشكل عندك فبالتالي جساءته اختلفت فبالتالي ممكن يكون حصل فيه كراكس. فبعد اذنك عبر عن هذا الموديل بالشكل الحقيقي للجساءات بتاعته قبل ما تحسب مين؟ احمال الزلازل. شكرا. ده اول بند. عادي ثاني بند يا باشمهندس روح على ثالث بند بيقول لك تحسب جساءات العناصر الحامله في المنشات الخرسانيه المسلحه والمنشات المركبه الكومبوست ستراكشر كستيل سكشن وكونكريت والمنشات اللي موجوده من البيرنج وول بصفه عامه على اعتبار ان قطاعاتها ايه؟ بها شروخ يعني بها كراكس حتى لو ما فيهاش شروخ اعتبر ان هي فيها شروخ يا باشمهندس. فقال لك وفي حاله عدم استخدام طريقه دقيقه لتحليل القطاعات التي بقى اشوفها يعني لو ما عنديش برنامج بيقدر يا يعني باشمهندس يأناليسز القطاعات دي ويشوف فيها كراكس ولا لا فبعد اذنك جسائد العزوم والقص الستيفنس نتيجه البيرنج ونتيجه الشيل احنا طبعا عارفين التايبس اوف ستيفنس شيل ستيفنس اكسل ستيفنس بيرنج ستيفنس تورشن ستيفنس دي كلها انواع جسائد عندي خلاص القطاعات العناصر الخرسانه الغير مسلحه مش عايزها والطوب مش عايز انا مش عايز الجمله دي الجمله دي بالنسبه لنا ما تهمناش في حاجه لان هي حاجه مش دعوه بالخرسانه انا عايز الخرسانه مش بسالك في العناصر الخرسانيه المسلحه تؤخذ عزم القصور الذاتي اللي هو الاستفنس كما يلي في الاعمده يا باشمهندس الاي افكتيف عباره عن ايه من الاي جوس 70% يعني بعد اذنك الاعمده شغاله كانيرشيا فعاله ك 70% من الانيرشيا الكليه للقطاع. طب حوائط القص التي ليس بها شروخ ان كراج واللي اشبه تصرفها من تصرف مين؟ الاعمده خلاها 7/10 زيها. طب الكاميرات يا باشمهندس خلاها كام؟ 50%. طب الحوائط القص التي بها شروخ يعني كراج المفروض تصرفها يكون اقرب ما يكون لمين؟ للكاميرات بس هو خلاها كام؟ 35. المفروض الرقم ده يكون كام؟ يكون نص وهنشوفه دلوقتي في الكود الامريكي. الطاقات اللا كاميرية والمسطحه اللي هي الفلات سلاب تكون كده يا باشمهندس 25%. لكن يا باشمهندس الانيرشيا لكن يا باشمهندس خلي بالك المساحه الفعاله هي المساحه الكليه يا باشمهندس ما بيتمش عمل تخفيض في مساحه القطاع انت فقط بتخفض ايه؟ انيرشيا. طيب الكلام ده كان موجود في الكود المصري لمين؟ للارس كويكس فقط لان يعني هو كان موجود اصلا في شابتر ايه؟ شابتر 8 احمال الزلازل على المباني. وحضرتك لو رحت في الكود المصري اللي هو الايجيبشن كود براكتس 203 اللي هو الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشات الخرسانيه هتلاقي نفس هذا البند موجود فيه. انا مش فاكر هل هو موجود فعلا في شابتر 4 او شابتر 6 فاتمنى ان حضرتك بس تروح على هذه الشابترز وتشوف هو موجود في واحد من الاثنين دول هتلاقي موجود لك نفس البند بس برضه هو ما حددش الكلام ده للسايزميك لودز فقط ولا السايزميك والويند لود. هو اخذ الكلام ده وحطه في شابتر الزلازل في كود الاحمال لكن هو ما حطوش شابتر اللي هي فانا وجهه نظري ان ما عملش ست موديفاير وما عملش ستيفنس موديفاير تعديل في قيم الجساءات للعناصر الانشائيه اللي موجوده عندي في الويند لود لان هو ما ذكرهاش اصلا.
تيجي بقى تروح للكود الامريكي تلاقي مفاجاه عندك بقى. ركز كده في الكود الامريكي يا باشمهندس. في الكود الامريكي برضو في شابتر رقم 6 اسمه الاستراكشر اناليسيس، اسمه التحليل الانشائي. برضو الشابتر ده يا باشمهندس باند 6 6 3 بيتكلم على السكشن بروبرتيز. ففي بند متفرع منه رقم 1 وبند متفرع منه رقم 2. خلاص ركز بقى. وقال لي ايه فاكتور بلود، احمال متكبره يا باشمهندس، وسيرفيس لود احمال تشغيليه حقيقيه مش من غير ايه من غير معامل تكبير. طيب يا باشمهندس هو الكود الامريكي الاحمال الزلازل واحمال الرياح عنده كانت التيميت ولا وركينج؟ عايز اقول لك ان احنا اتفقنا مع بعض في جزء الرياح ان احمال الزلازل واحمال الرياح في الكود الامريكي في اخر اصداراته كلها التيميت، لكن الويند رود في الاصدارات القديمه كان بالوركينج صح. لكن دلوقتي يا باشمهندس انا ما يهمنيش هل التيميت ولا وركينج، انا يهمني بس هو بيعمل ايه في الفاكتور بلود اناليسز، يعني مع العناصر اللي بتكون الاحمال بتاعتها فاكتور يعني مضروبه في 1 و4 و1 و5 و1 و6 كديدو لايف بلود خلاص، ومع العناصر اللي الاحمال موجوده عليها كسيرفيس كاحمال حقيقيه كديدو لايف مثلا تمام، ونفس الكلام برضو كايرث كويك وكويند لود مش متكبرين. ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا؟ عشان عايز اخد الكلام ده واحاول اطبقه على مين؟ على الكود المصري. فقال لك في الاحمال اللي هي الالتيميت اللي هي الفاكتور يا باشمهندس بالنسبه لنا بيقول لك المومنت اوف انيرشيا في الاعمده بيقللها كام؟ 7 من 10 من الايجروس، والوولز سواء انكراكد او كراكد انت شايف كده 7 من 10 لان هي اشبه بتصرفها من مين؟ من الاعمده، و65% لان هي اشبه بتصرفها من مين يا باشمهندس؟ بالقامات اهو، حتى كمان هو عامل القامات 65% يعني ده هي ابق احنا نقلنا بس نقلنا غلط للاسف. ولو بتتكلم على الفلات بليت او الفلات سلاب وفي فرق بين الفلات بليت فلات سلاب طبعا فلات بليت يعني سقف على اعمده على طول، فلات سلاب يعني ممكن يبقى فيه دروب بانل ممكن يبقى فيه كولم هيد. قال لك كام؟ 25% من الايدروس دي بمين؟ في الالتيميت. طب احنا يا باشمهندس في الكود المصري في الكود المصري احمال الايرث كويك احمال السايزميك احمال الزلازل شبهها ايه؟ شغالينها التيميت صح ولا غلط؟ كلام مظبوط. فالارقام دي خلاص هي ارقام ثابته بالنسبه لنا، وفعلا هو جايبها اصلا في شابتر مين؟ شابتر الزلازل. تيجي تروح بقى يا باشمهندس على السيرفيس لود اللي هي بالنسبه لنا وركينج لود، بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ It should be permitted to calculate the media collateral deflection. يعني لو انا عندي في ازاحه جانبيه خلاص نتيجه القوه الجانبيه يا باشمهندس بعد اذنك ستاند مومنت اوف انيرشيا عباره عن 1.4 من 10 تايمز من مين؟ من الانيرشيا اللي كانت موجوده في البند رقم 1. يعني بعد اذنك القوه دي اضربها في كام؟ في 1.4 من 10 مره. يعني يا باشمهندس الاعمده لما تيجي تستخدم الاعمده عندك وتحط عليها احمال وركينج لود لما تيجي تقلل قطاعاتها ما تقللهاش 7 من 10 لا قللها 7 من 10 في كام؟ في 1.4 من 10 يا باشمهندس، لان هو في الالتيميت يعني كان زود الاحمال زود الاحمال بكام؟ ب 1.4 من 10 مثلا وكان قلل الجسائب بنسبه 7 من 10، لكن في الوركينج انا ما زودتش الاحمال الاحمال زي ما هي بالتالي فرق زي ما المفروض يتضرب في مين؟ في الجسائب. ليه تقلل بقى الجسائب اصلا؟ فزود الجسائب يعني انت زودت هنا الايه؟ الاحمال فقللت الجسائب لان الاحمال ممكن تسبب شروخ في القطاعات اكتر كزياده احمال يعني، لكن الاحمال انا ما زادتش فبالتالي طبيعي ان ممكن المنشا او العناصر ما تشرخش لان الاحمال ما زادتش فبالتالي زود الكفاءه بقى يا باشمهندس. فده اللي بيقولوا مين؟ الكود الامريكي. هو الكود الامريكي اصلا اس كويك ويند لود شغال ايه؟ شغال التيميت الكود الامريكي الجديد. انا بقى عايز اخد المصطلح ده في مين؟ في الكود المصري. يعني الكود المصري للاسف ما وضحش. فده معناه يا باشمهندس نرجع بقى للجزء بتاعنا. انت يا باشمهندس صح كنت بتقول لي الكود المصري كاسيت موديفاير كاستيكنس موديفاير في احمال الرياح لم يذكر اي شيء. مظبوط كلامك مظبوط، بس انا دلوقتي استفدت معلومه من الكود الامريكي الا وهي يا باشمهندس لو انا هشتغل ويند لود بعد اذنك خد الاستيفنس موديفاير اللي تمت لاحمال الزلازل او الارقام الفاليوز بتاعتها وحاول تضربها في 1.4 من 10 وهنطلع منها بفاليوز جديده. القيم دي بقى هي الستيفنس موديفاير اللي المفروض تستخدمها في مين يا باشمهندس؟ في الرياح. يعني يا باشمهندس هرجع لموديل الرياح دلوقتي وكل اللي عملته ان انا هفك الرام بقى وقبل ما اعمل تشيكاتي لازم احط على القطاعات بتاعتي اقل انيرشيا بتاعتها بالنسبه اللي هتطلع بالفاليوز هتطلع. اقول لك اه يا باشمهندس طب ليه ما قلتلناش من الاول؟ انا كده انا عايزك يا باشمهندس تغلط وتعرف الصح او عايز امشي معاك خطوه خطوه ستيب باي ستيب.